المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن مستقبل برنامج طهران النووي دخلت يومها الثاني وسط تأكيدات من الجانبين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما. جولة المفاوضات المفصلة جاءت بعد اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقود وفد المفاوضين يقول: ما نحاول القيام به الآن هو إعادة بناء الثقة التي فقدناها في الجولة السابقة من المفاوضات بسبب سوء الفهم أو لا أدري، ربما سوء الإدارة الذي خيم على الجولة السابقة. لم نبدأ أي مفاوضات جادة حتى الآن. وزير الخارجية الفرنسي لوغون فابيوس قال إن الغرب يجب أن يبدي حزما في تعاملاته مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأضاف قائلا لدى سؤاله عن إمكانية التوصل لاتفاق: آمل هذا، لكن هذا الاتفاق لابد أن يقوم على الحزم. موفدة يورونيوز إلى جنيف فريبا مافادات تقول: هناك شعور بأن الهدف من التصريحات القوية لكلا الجانبين هو المس بالرأي العام، ولكن وراء هذه المفاوضات يمكن أن نرى بعض المؤشرات الإيجابية التي من الممكن دائما التواصل إليها بين الطرفين.